وفي فقرة ضيف سيكون معنا هذا المساء دكتور محمد العمراني بخبزة المحلل السياسي للحديث عن الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي. مساء الخير دكتور بخبزة. مساء النور سعد الله. كيف تلخصون بداية البرنامج الحكومي في قراءة أولى؟ في قراءة أولى صراحة أنه تصريح يعزز الاختيارات التي دخلها المغرب منذ مدة، لأن الآن نتحدث عن تراكمات وعن الأوراش المفتوحة منذ مدة، ويتم الإشارة في الكثير من الأحيان عن التراكمات التي حدثت خلال عقدين من الزمن التي حقق فيها المغرب مؤشرات إيجابية في مجموعة من القطاعات. ثم الأمر الآخر أن هذا التصريح وكذلك ينبني على وثيقة مرجعية الآن بالنسبة للمغرب، وهو تقرير النموذج الثانوي الذي نعتبره خارطة الطريق لمغرب المستقبل. ثم أن كذلك أن هذا التصريح الحكومي لم يخرج عن ما وكبناه في البرامج الانتخابية التي تقدمت بها الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية، والتي ارتبطت كثيرا، قد نقول أنها ارتبطت كثيرا بالخطابات الملكية وارتبطت كثيرا بما وصل إليه تقرير النموذج التنموي. إذن فكذلك أن يجب لا ننسى أن هذا التصريح يمتد لخمس سنوات، هذا التصريح الحكومي يمتد لخمس سنوات، وهي ربما يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هذه المدة، لأنها مرتبطة بمرحلة تدبير المرحلة المتبقية من الجائحة ومرحلة ما بعد الجائحة، وهي من دون شك أن خصوصية هذه المرحلة تؤثر على الاختيارات التي ستقوم بها الحكومة، خاصة على مستوى الإقلاع الاقتصادي. إذن هذه نعتبر أنها هي المحددات الكبرى لهذا البرنامج الحكومي. دعنا نفصل في بعض المحاور، لأن يعني مدة هذه الحصة محددة جدا هذه المرة. ماذا يعني إعلان رئيس الحكومة أنها ستصب اهتماما على تحقيق أو سبل تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي؟ بالنسبة لهذا الشق المتعلق بالتحول الاقتصادي، هو مرتبط بكون أن المغرب حقق الكثير من الإنجازات على مستوى بعض القطاعات التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد المغربي، خاصة الفلاحة، السياحة، صناعة السيارات وصناعة الطائرات، وكذلك ما له علاقة بصناعة التكنولوجيا. إذن فالمغرب حقق شيء كثير، ولكن الآن نحن في أمس الحاجة إلى الانتقال نحو قطاعات واعدة. المغرب له الكثير من المؤهلات لكي يحقق فيها الشيء الكثير، مثل التحول الطاقي والانتقال الرقمي. ثم المغرب في إطار التحول الاقتصادي ومحتاج إلى أن ينتقل إلى أن يصبح اقتصادا مهيكلا بشكل عام، بمعنى أنه الخروج بشكل متدرج من هيمنة الاقتصاد غير المهيكل على الاقتصاد الوطني، على اعتبار أن هذا الاقتصاد غير المهيكل هو له نتائج سلبية كبيرة جدا على الاقتصاد الوطني، من قبيل خلق فرص شغل قارة وتحفظ كرامة الإنسان المغربي، ثم أنها لا تساهم كثيرا في الناتج الداخلي الخام ولا تساهم في ميزانية العامة للدولة، كذلك أنها ليست هذا الاقتصاد لا يحقق الاستدامة. إذن فالتحول نحو الاقتصاد المهيكل هو أمر جيد. ثم أن الاقتصاد الوطني يجب أن ينطلق من منطلقات مرتبطة بالحكامة، خاصة تلك المتعلقة والجانب المتعلق بالريع وبعض الممارسات الماسة بالمنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص والشفافية. إذن فبالتالي الاقتصاد الوطني في دار هذا التحول ويحتاج إلى هذه الأمور. ثم التحول الاجتماعي، معلوم أن هناك ورش كبير جدا وهو التغطية الاجتماعية، التي ربما أنها ستركز بشكل كبير ليس فقط على المحاور التي جاءت في الورش الملكي المتعلق بالتغطية الاجتماعية، بل هناك أمور أخرى مهمة جدا وهي محاربة الفقر والهشاشة، وهذا جزء كبير يجب الاشتغال عليه. ثم الأمر الآخر وهو خلق طبقة متوسطة في العالم القروي وحماية الطبقة المتوسطة الموجودة حاليا التي تعاني كثيرا، خاصة على مستوى قدرة الشرائية ومستوى قدرتها على الادخار، هذا جزء مهم في إطار التحول الاجتماعي. ثم الأمر الآخر وهو خلق نوع من التوازن ومن العدالة الاجتماعية
لأن التفاوتات الطبقية في داخل أي مجتمع هي تشكل خطورة على استقرار والسلم الاجتماعي. إذا ما استطاعت الحكومة من خلال بعض المحاور الأساسية كالصحة والتعليم بالدرجة الأولى وخلق مناصب شغل والدخول في حوار اجتماعي مؤسساتي ولكن بأفق معلوم، ربما أن هذه الأمور ستحقق هذا التحول الاجتماعي الذي يتحدث عنه البرنامج يعني الحكومي. نعم دكتور بوخبز، أنت لخصت البرنامج الحكومي في هذه المداخلة يعني على مدى دقيقة والدقيقة والنصف. البرنامج أيضا أعطى كذلك عناية كبيرة بالتشغيل، وكنت تتحدث أيضا عن تكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، ما الذي يعنيه هذا التأكيد؟ في هذا الجانب ربما أن نعلم أن من بين الإكراهات الكبرى بالنسبة للواقع الحالي وهي مسألة التشغيل. مسألة التشغيل هو رهان كبير يشتغل عليه المغرب، وحتى عندما تحدث عن نسبة نمو في حدود 4% هي نسبة معقولة بالنظرية الوضعية الحالية، لأننا لازلنا في مرحلة الجائحة ولازلنا نبحث عن الإقلاع الاقتصادي لما بعد الجائحة، وتحقيق 4% من نسبة النمو هذا يمنحنا إمكانية تحقيق حوالي 200,000 منصب شغل أو زيادة، لأن كل نصف نقطة من ناتج الداخل الخام أنها قد تحقق لك حوالي 30,000 حتى 50,000 منصب شغل حسب القطاعات. إذن فبالتالي الرهان الذي يجب الاشتغال عليه وهو أولا استعادة مناصب الشغل التي خسرناها في مرحلة الجائحة، وهو أمر مهم جدا لأن كان هناك حديث عن حوالي 530,000 منصب شغل التي فقدها المغرب خلال هذه الفترة، ومع تعافي الاقتصاد وعودة الأنشطة الاقتصادية إذن هناك إمكانية استعادة جزء كبير من مناصب الشغل. ثم أن الرهان على الاستثمارات سواء الاستثمار العمومي أو الاستثمارات الخاصة أو الاستثمارات الأجنبية، فالرهان عليها سيسمح للمغرب بأن يحقق نسبة مهمة، نسبة نمو مهمة تسمح له بخلق مناصب شغل. ولكن ربما أننا نتحدث الآن عن نوع خاص من مناصب الشغل، ليست مناصب الشغل التقليدية، بل نتحدث عن مناصب شغل بموارد مهمة بأصول تحفيزية، وكذلك مناصب شغل القارة تحفظ الكرامة للمواطن المغربي. شكرا لك دكتور محمد العمراني بخبز المحلل السياسي، كنت ضيفنا هذا المساء.